اما بدون مقطع يا حبايب راح تكون رابط بالوصف، اتمنى طلب بسيط نوصل 10,000 مشترك، القناه تقدم محتوى جدا رائع ونزل مقطع قبل شويه اريدكم تفجروه وجيش مملكه الخصائص راح تكون رابط بالوصف وخلينا نبارك له على 10,000 مشترك من هسه. الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين عمار المظلوم على بيسان وانس الشايب. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفوا ايش اللي صاير، فبيسان وامها رفعوا قضيه على عمار المظلوم وحاليا هو بالسجن، رغم انه عمار اساسا عمره ما حاكى على بيسان وامها وكل يشهد بهذا الشيء، هذا طلع لنا هاشتاج حق عمار الاقرب، وحاليا كل كومنتات بيسان مكتوب بهذا الاسم ولكن بيسان حذفت تعليق تعليق وصارت حطت 10 مشرفين عمود يحذفون التعليق هاي. رغم هذا يا حبايبي انكم تنشرون هذا الهاشتاج ولكن بدون ما تحطون هاشتاج، تكتبون بس حق عمار الاقرب، لان هو حاليا هو بالسجن وهو مظلوم، وانس بيسان سوى نفسه ما شايفين الوضع، فاتمنى يا حبايبي انكم توقفون ويا عمار عمود ما يسوون هذا الشيء ويا غيره لان هو حاليا فعلا مظلوم، واكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بحركه بيسان وامها وظلمهم الشخص. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار، فنور مار نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات على من خلالها عن تحضير مفاجات خرافيه، واضافت انه راح ينزل مقطع باكر على القناه الاساسيه الساعه 4 راح تكون الستوريات كامله شوفوها. هلو انتظرونا يا جماعه بشغلات جديده جدا، نحن حاليا بعد عن بيتنا ساعات شاد 4 ساعات. عم جهز لكم شغلات كثير حلوه، خليكم جاهزين. نور واتس يور فيديو ان ذا تومورو؟ يا جماعه تومورو في فيديو جديد على القناه الاساسيه، خليكم جاهزين. ما بعرف شو هو الفيديو بس راح اخبركم اياه بعد شوي. انا بعرف. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدى فهو احمد ابو روف، فاحمد نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات كان ويا رغده كوميديان واللي حمسوا بها المتابعين المقاطع اللي راح يصوروه ويا بعض وراح تنزلها بالايام القادمه، راح تكون ناريه، راح تكون الستوريات شوفوها. جماعتي صورت فيديو انا ورغدك، ترى كيف مبسوطه بالفيديو، فخليتها ترد على التليفون اللي هي سربته. كمية الاهانات، كمية العذاب اللي تعذبته يا حياتي. حرام ايش بحزن كلهم ضدي كلهم. حرام مسكين. المهم طلعوا يا جماعة بعرف أكثر من بنت واحدة. جماعة اجيت صورت أنا و صبا. أهلا سوري أبو الرب. اجينا صورنا فيديو، كونوا جاهزين في إشي ماشي. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة إصابة بدر وخفوهم لاسم شهد السمد من التعليقات اللي عندهم، أما نساء السبب الصراحة ما كسبب واضح ولكن هم خافين اسم أنس والصالة وحاليا شهد السمد يمكن عندهم مشاكل القنوات العالية، أما بالنسبة للدليل ندخل آخر مقطع نزلوا ونزل بيع التعليقات وروح نكتب اسم شهد السمد بعد روح الكومنت تحت وأنا عم بدافع التعليق وتعليق الأشخاص اللي حقوا ورايا، بعد ما رفضوا زين وغير الحساب أو شوف التعليق رح يطلع للناس أو لا، بعد ما غيرنا الحساب ونزل بيع التعليقات وروح الكومنت تحت أولا رح تشوف إن تعليق ما ظهر وإنما تعليق هذول الأشخاص الثانيين ظاهر، فاكتبوا لنا أحبابي بالكومنتات شو رأيكم بحركة إصابة بدر وخفوهم شهد السمد من التعليقات اللي عدهم. الخبر الرابع اللي عدنا عن دايلر ونزول اغنيته الجديده واللي كانت بعنوان لا احكي لك واللي كانت اول اغنيه إله بعد ما طلع من السجن، بالنسبه للاشخاص اللي ما سمعوا الاغنيه يروحوا يسمعوها وبالنسبه للاشخاص اللي سمعوها يكتبوا لي بالكومنتات شنو تقييمكم للاغنيه. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصاله، فانس واصاله نزلوا على حسابهم بالانستغرام شويه ستوريات واللي كانت بها ميلا ويا اخوها الجديد واللي كانت بها ميلا ويا اخوها الصغير، رابطكم الستوريات كامله بعد شويه ولكن طبعا بنفس الوقت نزلوا شويه ستوريات قالوا من خلالها انه صار مقطع جديد جاهز على قناتهم الجديده راح تكون بالانجليزي، شو وقت راح ينزلنا يمكن اليوم راح تكون الستوريات شوفوها. What happened? He hurt me. Noah hurt you? شو عمل لك؟ قاعد بحال حاله هالولد ما عمل شيء، قال نوا ضربني. ميمي؟ Be nice. Egg. Egg. أعطيه بوسة. Hey, good sister. وصلنا هنا وصلنا لهذا المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة وتشاركوا في زي مقطع من القصص وبس، مع السلامة.